فعيد جمعوي لا لقى ديال النموذج التنوين يعني من خلال السؤال المطروح المداخله دور المجتمع المدني، ولكن يمكن نعكسوا السؤال واش فعلا هناك دور للمجتمع المدني في تنزيل او مراجعه النموذج التنوين؟ يعني الواقع الحالي حاليا وسجلا مع السياق اللي يمكن واحد اللجنه اللي عينها جلاله الملك يعني فقط من تشكيله ذات اللجنه وتلقاو يعني طاغيه عليها وحضور رجال الاعمال، حضور الخبراء، الاساتذه الجامعيين، كاين يعني الحضور المدني نقدروا نعكسوه في واحد جوج شخصيات، كاين كريم التازي رغم انه رجل اعمال يعني هو في القصر السيتي، وكاين واحد السيده تقول لها رئيسه واحد الجمعيه اسمها جمعيه قلب النساء وهي طبيبه جراحه، ولكن هي قريبه للمجال المجال الصحي اكثر من المجال الجمعوي، يعني القراءه الشخصيه لهذه اللجنه، هذه اللجنه هذه فقط هي لجنه استشاريه، يعني ماشي هي غادي تقوم غادي تعطينا النموذج التنموي، ترجو حتى للخطاب جلاله الملك انه يدعو الحكومه، مع انه قانونيا وعمليا الحكومه هي اللي عندها الصلاحيات. بكل صراحة أنا أود من هذا المنبر أن نوجه تحية كبيرة للمجتمع المدني بمدينة أسفي. بالأمس القريب كنا نتحدث فقط عن إرهاصات للمجتمع المدني، لم يكن مجتمع مدني حقيقي بمدينة أسفي، ونحن نواكب هذه الحالة على مدى سنوات كثيرة الآن والحمد لله. خصوصا أنا شخصيا حضرت مؤخرا عدة لقاءات وكان المستوى يعني في تحسن كبير، والمجتمع المدني يعني بدأ يؤدي أدواره الحقيقية وبدأ ينخرط في عدة مشاريع وعدة لقاءات. كنشوف المجتمع المدني شنو كاين، والله العظيم كاين إنجازات على الأرض، إنجازات ما كتحققش الجماعة بعين بنفسها، والله ما كدير إنجازات كبيرة جدا، ولكن كيف كنهضروا على المجتمع المدني وبالنسبة للمجتمع المدني كنعرفوا بأن إكراهات راه بحال وما خصناش دائما نقولوا في المجتمع المدني ما كيديرش الأحزاب وكذا، لا شو أنا نقول زعما الصراحة هذه الجمعية شكون فيها وهذه الأحزاب شكون فيها، يلا نبقاو حنا نجلدوا لا الأحزاب لا المجتمع لا ما ندخلوش مثلا أنه ما خصناش يكون عندنا الثقافة ديال ديال التيكيس. تقريبا ديال الاثار ديال اللجنه يعني حنا ما كنعرفوش المعايير ديالها، ما كنعرفوش كيفاش تم اختيار هذا، ولكن كمتتبعين للشان كنقولوا بانه المفروض انه اي لجنه غتنبطط باش تناقش واحد النموذج التنموي كيخص يكونوا داخل الاعضاء ديالها الناس اللي كيشتغلوا في المجال التنموي. بماذا؟ نهار تعلمت اللجنه اوتوماتيكيا طرح عندي سؤال ونقول على الاقل كاين جوج ديال المؤسسات مهمه عندنا في البلاد معنيه بالمجال التنموي وما ممثلاش داخل هذه اللجنه. الاولى هي مؤسسه بنك المغرب، لان هي اللي كتوضع السياسه النقديه ديال البلاد، هي اللي كتشوف المؤشرات ديال النمو، ما ممثلاش داخل اللجنه. المؤسسه الثانيه هي الهويه السلام الطيب، هي اللي كدير لنا القياس ديال المؤشرات وكتنزل على ارض الواقع وكتشوف شنو هما الحاجيات شنو هما الاكراهات وكتشوف كيفاش الواقع ديال كيفاش خصو. اللقاء ديال اليوم اخترنا اننا نديروه في مدينه اسفي، هو لقاء جهوي تحدثنا فيه على الرؤيه ديالنا كمجتمع مدني للنموذج التنموي الجديد في المغرب، وايضا على الاهداف ديال التنميه المستدامه والدور ديال المجتمع المدني في افق 2030، وايضا على الحوار ديال السياسات والمشاركه السياسيه ديال الشباب. فهذا اللقاء هذا ايضا كيندرج ضمن اللقاءات اللي مرسومه برسم جدول الاعمال السنوي ديال الشبكه المغربيه، وكنهدفوا من خلاله اولا اننا نتواصلوا مع المجتمع المدني ونعرفوا بالمؤسسه وبالشبكه ومجالات الاشتغال ديالها، وايضا الوفاء بالالتزامات اللي كان الاجتماع على عاتقنا من خلال تنزيل مجموعه ديال البرامج ومنها اللقاء ديال اليوم. فكيف شفتوا انه كاين واحد الوعي كبير، وعي كبير من خلال ممثلين المجتمع المدني اللي شاركوا اليوم بانه ولا الرهان كبير جدا على الادوار ديالهم، ولا الرهان كبير جدا على المشاركه ديال الشباب في تدبير الشان العام
تتبع السياسة العمومية، وكنطمحون أنه نديروا لقاءات أخرى داخل مدينة أسفي مرتبطة دائما بالعمل الشبابي، مرتبطة أيضا يعني بالفولونتاريا، مرتبطة بكل ما هو داخل ضمن الأولويات. بالنسبة لهذا اللقاء العلمي المتميز المنظم من لبني مؤسسة على لندن، وهي مؤسسة من المجتمع المدني تعنى بمحاور ومواضيع متعددة. وأثناء هذا اللقاء تم يعني وقع الاختيار على موضوع يكتسي أهمية بالغة جدا وأهمية استراتيجية كذلك في نفس الوقت. هذا الموضوع يتعلق ب الشباب وسؤال المشاركة السياسية في المغرب. ومن خلال يعني الورقة التي تفضلت بها، طبيعة الحال كان من الضروري ومن اللازم أن نتوقف على مجموعة من الأمور والقضايا والمحاور التي لها ارتباط بهذا الموضوع. فموضوع المشاركة السياسية كما يعلم الجميع هو موضوع لم يعد شأنا وطنيا، بل هذا الموضوع هو موضوع دولي يهم جميع الدول، على اعتبار أن موضوع المشاركة السياسية هو موضوع أصبح وأضحى حق من حقوق الإنسان تعنى به جميع المواثيق الدولية وكذلك مختلف التساطير العالمية. هذا الموضوع أصبح مضطرا بمجموعة من الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية. على سبيل المثال نذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 ينص على هذا الحق بكيفية صريحة وواضحة في المادة 21. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.